اسيدي انا البنت ديالي كتولد، ملي لقاتها الحريق هزيناها في الطوموبيل طلعناها للمجزر. ملي وصلت للمجزر تما داروا لها الراديو قالوا لها خصك تهبطي للمركب. هبطوها للمركب عاوتاني داروا لها الراديو قالوا لها راك انت بخير، لا انت لا الجنين ديالك، غادي ترجعي تولدي في سميتو في مجزر. عاود ولاو ردوها للمجزر مع نص الليل. مشينا حنا طلعنا لهم المنايات، ما بغاوش يخلونا باش ندخلوا لهم المنايات في الليل. مع الفجر انا غويت على المراه قلت لها من درا كي داير، قالت لك راه عمرونا عاوتاني صيفطونا لصفرو. فاش مشينا لصفرو سيدي نهار الجمعه مشات مع من الخميس لصفرو. الجمعه ملي مشينا عندهم جلسنا يا الله يا الله يا الله، مع واحد الوقت سقسينا مول لابيلونس قال لك راه غادي تجلس شويه. عاوتاني تخرجنا مول لابيلونس الطريق اليد مشى بحالو، قلت خرجتها الدكتوره، خرجها هذاك اللي في الباب تعرضت له قلت له من درا واش هذا، قالت لك راه قالت لي الدكتوره هذه البنت ما عليهاش غادي تولي بحالها تمشي تولد في الدار ديالهم. ملي قلت له عطينا الدكتوره نهضروا معها قال لك الدكتوره ما كايناش. جلسات تما البنت كرفتوها تما خرجت لبرا بداو كيتشفوا فيها من فوق شوي شوي مع العشيه عاوتاني رجعوها دخلوها كرفتوها تما. اللي جات كيديروا لها الراديو كيعطيها لابلونس كيعمروا لها الورقه كتهبط للمدينه كتولد. هذيك خلوها تما كنتقموا فيها حتى مات فيها الوليده ديالها من نهار السبت مع نص الليل. مع الصباح صافي لقاو الولد مات في الكرش نتاع امهم وقال لهم لا راه غير سخفان لا غير داير لا غير فعل. عمروا لها عاد ديك الساعه الورقه هزوها في لابلونس هبطوها. فاش هبطوها في الطريق بدات كترغب هذيك الفرمليه، بقات كتقول لها سمحي لي ما سمحي لي. هبطوها فاش دخلوها المركب تعرضوا لها عاوتاني دوك الفرمليه داك الدكتور وداك الشيء ودار لها عاوتاني لابارا ديالها ودوز لها الراديو لقاو فيها الصبي ديالها ميت. داروا في هذوك بدا كيصبنهم بالهضره قال لهم علاش دابا ملي مات فيها الصبي علاش جبتوها لنا، نتوما تحملوا المسؤوليه ديالكم. دابا هذوك اللي في المركب قال لك الا بغيتوا تتبعوا حقكم اجوا نعمروا لكم الورقه بالله راه جات الصبي ديالها ميت من دابا من تما. دابا الولد ها هو ضاع مشى بحالو والبنت هي ضاعت حتى هي جالسه هادي ثلاث ايام وهي قابطه الفراش ما كتاكل ما كتشرب راه كنقولوا شي ما كاين. مشيت شدني الوجع في نهار الخميس في الصباح منين طلعت في العشيه المزار صيفطوني من مزار للمركب قال لك عندي الكرش كبيره ما غاديش يولدوني. ملي مشيت للمركب عاود دوزوا لي داروا لي تخطيط القلب للبيبي قالوا لي مزيانه ترجعي للمزار. رجعت عاوتاني رضتني لابيلانس للمزار. منين مشيت للمزار عاوتاني نعست تما حتى الصباح الجمعه قالوا لي ما غاديش نشدوك غاتمشي للصفرو. ملي مشيت للصفرو عاوتاني داروا تخطيط القلب للبيبي ديالي قالوا لي هو مزيان وانت مزيانه ولكن ما غاديش تجلسي عندنا غترجعي للدار ديالكم حتى نهار الاثنين ما عندناش فين تجلسي هنايا. منين رجعت بقيت كنتمشى في الشارع كنتوجع بعد سمح لي قال لهم الوالد ديالي لا علاش واش بنتي هي بكره باش تخرجوها للشارع شدوا لي البنت ديالي ما عندي فين نديرها في الدار اش واش غتموت لي واش هي بكره. قال وناض واحد سميتو اللي كيجلس في الباب تشادوا مع الوالد ديالي قال له علاش غتقول هاد الهضره خصك الله يربيك وهادي وهادي خرجوني. مشينا خرجنا بقيت كنتمشى في الشارع بحال شي حمقانه كنموت وهما جالسين كيضحكوا عليا. من بعد ولا الراجل ديالي هضر مع شي واحد اخر قالوا لك عاود دخلي. منين دخلت قالوا لك طلعي للبياس وجلسي انت هي اللي باك اللي دار لنا اللي غوت مع الراجل هذه هي انت هذه هي انت طلعوني للبياس خلاوني تما. اللي جات كيولدوها ولا كيصيفطوها المركب انا حاشاك داروا لي تما بحال شي كلبه ما كاينش اللي كيديها فيا. من بعد حتى بقيت هكا كنمشي لعندهم كنقول لهم كنموت وهما جالسين كل وحده فين شاده البياز ديالها كيتعشى وخلاوني تما انا كنموت. من الجمعه حتى السبت حتى نهار الحد في الصباح عضنت ليا قالت لي اجي انت ندير لك تخطيط القلب للبيبي. منين نط لقات البيبي راه مات هي قالت لي راه سخفان عاد بقات كتعيط لمول لابيلانس. جا مول لابيلانس هزني الفاس. منين داروا لي تخطيط القلب للبيبي ديالي قالوا له نط عندها واحد الطبيبه من افريقيا بقات كتغوت عليها قالت لها علاش خليتيها حتى مات لها البيبي عاد صيفطتيها. قالت لها ايوا ما نعرف المهم بقاو كيهضروا بالفرنسي انا ما كنعرفش. المهم قالت لي اختي حسنه سمحي لي راه البيبي مات وسمحي لي دابا هذا الشيء اللي عطل له صافي. المهم انا ما غاديش نسمح لها حتى اليوم تلقيامة القيامه الشيء اللي كاين. ايوا راني مجروحه واش 9 شهور وانا محمله.
يجلس الرجل ديالي كيتعطل في الحانوت كنبقى نهضر غير انا والبيبي ديالي في الكرشي. اش اللي جات عندهم زعما يعطوها حقها ما غاديش يفرطوا في زعما اللي ما عندوش ما كيدوش فيه حشومه بحال اللي عنده بحال اللي عنده بحال اللي ما عندوش زعما تيشوفوا الانسان راه باين اللي عنده كيشدوه ولا داكشي من التدويره ولا زعما المسكين ما كيدوهش فيه غير اللي جا كيرفضوه ويخليوه تما داير بحال شي ما عندوش القيمه.